القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. على تلة مرتفعة إلى الشرق من بلدة الطيبة شرقي رام الله، تتموضع إحدى أقدم المعالم الأثرية العريقة المعروفة بكنيسة جوارجيوس الخضر. كنيسة الخضر هي تشرف على أعلى نقطة في الضفة الغربية، عبارة عن جبل العصور اللي هو 1016 متر، وتشرف على غور الأردن اللي مقابلنا. ممكن نشوف كمان جبال عمان لما بيكون الجو صافي. تمتاز الكنيسة التي تتربع على مساحة تزيد على 28 مترا مربعا ببنائها المستطيل الشكل المكون من ثلاثة أروقة. كنيسة الخضر فيها ثلاث أروقة: السوق الوسطى أو الرواق الأوسط، والرواق الجنوبي، والرواق الشمالي. الرواق الشمالي في بير كانوا يستعملوه لتحويش المي. الجناح الجنوبي في كمان مصلى للرهبان اللي كانوا هذيك الأيامات. الكنيسة التي يرجع بناؤها الأول إلى العهد البيزنطي تعرضت للعديد من عوامل الطمس والتدمير، والتي كان أبرزها ما أدخله الصليبيون من تغييرات على المكان. مع دخول الصليبيين في القرون الوسطى تغيرت هذه المعالم وصغرت الكنيسة، لأنه كان في عند الصليبيين عقدة في تصغير المعابد حتى ما يكون في مجال لدخولها في الجحافل والأحصنة والخيول والمعدات الكبيرة. أعمال التنقيب والترميم في الموقع ساقت إلى اكتشافات أثرية هامة تزخر بها الكنيسة. في الخضر الصيفية اللي فاتت أو اللي قبلها لقوا قبو على شكل نصف برميل تواجد فيه تقريباً 420 أو 450 أنديل أو سراج زيت، تقريباً كيلو ونص من الحلي مع الذهب، موجودة حالياً أمانة في وزارة الآثار الفلسطينية لحين بناء المتحف الطيباوي، حتى نحط فيه كل ما وجدنا من حجارة ومنحوتات وفخار وخزف. تتمتع الكنيسة بقدسية واسعة لدى أهالي الطيبة ذو الأغلبية المسيحية الذين يجتمعون فيها لإقامة الصلوات في الأعياد والاحتفالات المركزية. لا تزال بلدة الطيبة تحتفظ بهذا المعلم الأثري التاريخي الذي يروي حكاية آباء وأجداد شيدوا تراثا معماريا على هذه الأرض. من قرية الطيبة شرقي مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.